بالدم الوطن بيعود، أي عاشق الأرض الوطن بالدم الوطن بيعود. بكفينا سراب وحكي، بكفيك دموع. وزارة الأوقاف والشؤون الدينية وعلى رأسها معالي الوزير الدكتور محمود شرك الهباش تعني كثيرا بالأيتام، تقوم بالإشراف خصوصا من لجان الزكاة على موضوع الأيتام وعلى موضوع كفالة الأيتام والأسر المحتاجة في فلسطين، ترعاهم الرعاية شبه الكاملة تقريبا، حيث تقوم بالتنسيق مع المؤسسات الداخلية والخارجية لعمل كفالة للأيتام. هؤلاء الأيتام مطلوب منا جميعا أن نقوم بالسهر على راحتهم، أن نجد بسمة على وجوههم. قمنا في مديرية الأوقاف بتنظيم هذا المخيم الصيفي لمدة أسبوع، المدة قصيرة، لكن على أبواب شهر رمضان حبينا نقول للناس أنه في عندنا أيتام، نذكرهم بهذه الشريحة من المجتمع حتى يقوموا بعمل ما يلزم تجاه هذه الفئة من المجتمع. عملنا مخيم صيفي تحت مسمى لمسة حنان لإيجاد البسمة على وجوه هؤلاء الأطفال بناتنا. إن شاء الله أن نكون قد قدمنا شيء من الواجب تجاه هؤلاء الأطفال. حقيقة المجتمع المحلي تعاون كثيرا لهذا الموضوع وساعد وقدم الكثير من أجل إنجاح هذا المخيم. اسمحوا لي هنا أتقدم بالشكر إلى جميع المحلات التجارية التي قدمت وساهمت في دعم هذا المخيم، ويعني يا ريت أخصص مخبز الفيحاء ومطعم الكروان ومطعم أبو نضال، يعني أقدم لهم الشكر والتقدير على ما قدموه من وجبات أكل لهؤلاء الأطفال. وهذا النادي دافع كان يعني تحقيق الأحلام، وكان فيه فعاليات كتير حلوة وتسلينا فيه، وكان هذا الأستاذ كان معنا الأستاذ هشام شناعة والأنس السجود من منتدى شارك، وكان كتير معنا أشخاص يعني بساعدونا على أول شيء كان يعني معهم إنه نحقق أهدافنا، نحقق أحلامنا، نشوف الحياة وغير هيك أشياء. أنا اسمي آية أسعد كايد حار، متطوعة جيت هون عشان أساعد مع الست منال، وهنا كان المتطوع النادي كتير روعة وتعلمنا أشياء مفيدة واستفادوا البنات وتعلمنا كل إشي. إحنا هنا بنادي بسمة أمل، كتير هنا إنه الناس بيحترمونا وبيخلونا نعمل اللي بدنا إياه، وإحنا بنشكر مدير الأوقاف خالد أبو خلدون، وبنشكر الأستاذ هشام شناعة، والآنسة سجود من منتدى شارك، والآنسة منال. طبعا صرنا أسبوع منشارك في نادي صيفي اسمه بسمة أمل في مديرية أوقاف طول الكرم مع الآنسة منال، وطبعا كتير إحنا مبسوطين بوجودنا مع الصبايا، وكتير مبسوطين بالفعاليات والأنشطة اللي بنقدمها.